اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ورحبوا بكم اجمل الترحيب. حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل يوميات مواطنينا الاحبه في بغداد. قبل سنه انا هسه ذكروني القضيه صارت عبرت عليها سنه، هم كنت بهذا المكان وهذا التظاهره ونفسهم. قضيتهم شنو؟ انا مرات من اسمع بطار الاستثمار اضحك، والله اضحك، لان ما معقوله تايهه فرد مره، يعني تايهه الامور ما تعرف راسها من رجليها، ما ممكن. واحنا ببغداد يعني هاي الله يساعد الاقضيه والنواحي جاي يصير ما ادري، الله اعلم. احنا بالعاصمه يعني كيلو متر عن قرار الدوله مجلس الوزراء، هذا يعني مسافه بالخضراء. القضيه شنو مالتهم؟ احنا بس الاستثمار عندنا بالبلد مختلف عن العالم كله، انه لازم المستثمر يجي مترندع على كرسي زين ويفتح له مشروع زين ومدعوم من الدوله لازم، ويوفرون له الجماعه، وهو الرجال يشتري بفلياساته، يشتري الكبار والصغار زين. واحنا في بلد يعني لا بي زراعة أصبح، ولا بي صناعة، ولا بي تكنولوجيا متقدمة وحديثة، نركض يا دوب نحصل لنا قطعة قاع، لو ما تحصلها بطلع الروح وعشرين لفة وراها، وعشرين ضمة ضامي لك وراها. الإخوان اشتروا من مجمع سكني استثماري، هيئة استثمار بغداد بشكل مجاز بشكل رسمي، راحوا الناس للمجمع من داخل المجمع اشتروا. هسه القضية هنا راح اسولف انا شوية، بس اشتروا الناس حالهم حال اي واحد يشتري من مكان رسمي ما بيه شيء. شو اسم المجمع؟ جوارة بغداد. هذا قمة بغداد. هذا المفروض يعني ما احد من يسمع به يعني ينتابه شعور انه هذا فعلا جوهرة بغداد. المهم تفاجأوا بعد مرور وقت زين، طبعا هذا المجمع النواب اجوه، رئيس مجلس النواب اجاه، على مستوى عالي اجوه من الدولة، يعني رسمي بشكل رسمي وقانوني وما بيشكال. التفت عليه الحياية من هيئة الاستثمار وانت صاعد، كل واحد يريد حصيصته من المجمع طبيعي. فالرجل ابو المجمع وزع لهم اللي يريدونه، هذا على لسان الأخوة. وزعوا لهم وحدات سكنية، وزعوا لهم وحدات سكنية بالمجان تقصيد الله أعلم. المهم وهذا تاليته، المشتري الرسمي ودافع فلياساته يظهر أمام الهيئة الوطنية للاستثمار، واللي يقدر يحصل ويطلع بخبرته المالات يطلعهن بالمنصور، يطلعهن بالحارثية بيوت، يطلعهن وين ما كان بالكرادة. هذا الفقير المسكين وين مشتري؟ مشتري بتلفات الدنيا يم اليوسفية زين. وهذه واحدة من الكوارث اللي موجودة. خلي نشوف الرسائل بالله، خلي أقراهن. إلى هيئة استثمار بغداد المانحة للإجازة الاستثمارية، مثل ما قلت أنا قبل شوية، قانون ومؤسسة وهنا قوانينها، المرقم 479 في 10/3/2019 إلى شركة مسار التنمية لإنشاء مجمع جوهرة بغداد السكني. اتخذوا صلاحياتكم القانونية بالحفاظ على أموال المواطنين والدولة بتثبيت حقوق أصحاب القطع المتعاقدين مع الشركة. طبعا هذا منين اشترى؟ اشترى من الشركة غرية مجازة ولها مبيعات بداخل الشركة أكيد. فالجماعة انطوا فلوس، وسعر الوحدة السكنية للطابق ونصف 150 مليون، هم مو شوية 150. هاي طبعا تشتري بيها بإسبانيا، بألمانيا تشتري بيها بيت رنان، بس بالعراق واصلة هالأسعار. هذا صراحة أسولف على أسعار بالعراق ليش، كوننا مشترين من عام 2018. طبعا سالفة الدولار، سالفة القضايا اللي وراها اللي صارت، سالفة هواي سوالف تمر على العراقيين يوميا. المهم ولغاية 2022
هنا رسالة شو تقول؟ إلى هيئة استثمار، أين كنتم من عام 2018 لغاية 2022؟ عندما باعت شركة مسار التنمية المواطنين في مكاتبها في داخل المجمع وليس خارجه، طبعا هذا مشتري منين؟ مشتري من داخل المجمع مثل ما قلت، يعني ما مشتري من الشارع، مشتري من 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 شركة لمدة 4 سنوات لم تزور المجمع. لماذا هذا الإنكار والشركة تسلب حقوق المواطنين وأمام أنظاركم؟ لماذا هذا السكوت؟ هذا السكوت الله أعلم، شقق سكنية، قطع أراضي الله أعلم، فليسات. لهذا نطالب بفتح تحقيق مع الشركة إن شاء الله إن شاء الله، لأن المدير المفوض الحالي متواجد بالمشروع حسب النشر من عام 2020 وحسب كلام مدير المفوض هالكذا. وهذه شركة المسار طبعا صفحة مالتهم الرسمية، وهنا رئيس هيئة استثمار يقدم شهادة تقدير إلى إيهاب محمد ابن مدير المفوض، ها عبالي هو ابن مدير المفوض لإنجاز المشروع بأموالنا. جيد، والله عم الله يساعدهم، ملياردير يتو عمي 150 تشترون، ها السلام عليكم. شلونكم زين؟ والله الحمد لله، والله لا ولا عينك ما تقصر ان شاء الله ينطيك سالفه ان شاء الله. سالفتنا هذه نشوفها، يعني احنا اصحاب عقود وصار لنا كل واحد سنتين ويوم العقود، هسه يقول لك تعال ارجع رجع فلوسك، تعال جيب العقد جيبه واخذ فلوسك. احنا صار لنا سنتين، يعني هسه اللي تبطلت انت من فتح الطريق علينا وكانت شول، هسه صارت الطريق السريع عليه. اه فتح الدرب صارت غاليه وصار شوي صعدت الامورات وياهم. فبعد اللي هم اللي متنفذين عياده الجبوري خميس الخنجر، وبعدهم ببعد الحاشيه مالتهم وكلهم، وتجي لهنا يقول لك انت ما بيشتري من عندنا، واحد ذبك على الاخ. وهسه طلعنا بالقانونيه وهم حكى له حكايتين وراح. هم عندهم 150 قطعه بنفس المشروع، هم ناطيهم، هم ذولي ناطيهم للهيئه 150 قطعه بنفس المشروع. اتحمل مسؤوليه كلامهم، اتحمل مسؤوليه كلامهم، 150 قطعه ناطيهم لجماعه الاستثمار عندهم، يريد يبيعون القطعه علينا، يعني الوحده السكنيه يبيعون اياها 220 مليون، وناطين الهيئه الاستثمار الوحده السكنيه 150 مليون. هم العجب ليش ما يساوونا وياهم؟ يعني مثل ما يحسبون هيئه الاستثمار 150 يحسبوننا احنا المواطنين هم 150، ليش يحسبون عليها 220 مليون؟ احنا من اشترينا كان 120. اي اي هو هسه ارجعك بالبدايه، انت من رحت اشتريت؟ ابو من؟ ابو مرتضى. ابو مرتضى، انت قالوا لك انه اكو مجمع استثماري، انت شلت جويلاتك وفليساتك ورحت؟ ورحنا. وين رحت؟ رحنا لهم المكاتب مكاتب لو مجمع بس المجمع هو المجمع، هو المكاتب مالتهم بالمجمع، وهاي العقود ما شركه مسار التنميه نفسها، هم مخاوين مال مسار التنميه. من رحنا لهم اي واشترينا من عندهم، وجازتهم يعني صحيحه، وشركتهم موجوده مال شركات كلها موجوده. بس هسه قلت لك من شافوا الشارع انفتح والامور هناك، يعني الاسعار هذا مو عقد لازم هذا عقد لهم، واحنا مسوين محامين خلينا واشتكينا ومن النزاهه رحنا، ولحد الان صار لنا من رمضان ذاك هسه رحنا وصل رمضان لحد الان ما انطانا حل ولا وصلنا فد نتيجه ابد. اي روحوا تعالوا، هاي احنا باقين وياهم، وبعد احنا نشوف بعد شلون يعني القانونيه مالتهم. الوليد هم راحوا للنزاهه اشتكوا اي، ولحد الان ما عندنا حل من عندهم. كل ما نجي لهنا نوقف وكل شيء ماكو حلول عندهم، ماكو حل جذري، يعني كل شيء ما عندهم. هم جاي ماطلون حتى يدزون جايكم. حجينا شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ قواك الله، شلون امور؟ هنا انا خلينا نسولف شويه وياك. والله عم انتم ابيه طلعتوا، يعني مشترين هاي الاموال وهذا. احنا سابقا عندنا 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 الله يسلمك. ذكرتها قبل سنه. الله يبارك فيك، نعم. الله يبارك فيك. الله تكلمنا وياك. تشترون قطعه 150 مليون في مجمع وتطف ليساتك وانت مطمئن زين، بليله ويوم صار الاختلاف. لا انتم 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 رايحين الشركه لو مقهى شعبي متفقين به. احنا اخذنا اراضي على اساس انه هو دار سكني قيد الانشاء من قبل اكو جماعه من 18كم 19كم من 20 قطع اراضي على اساس انه الشركه هي تبلش تبني زين، فحددوا لنا سعر القاع، دفعنا مقدمات، كل دفعه مقدمه وبدينا ندفع اقساط. المقدمه ربع المبلغ، اكو هوايه مختلف، يعني اكو جماعه دفعوا مثلا على يعني 60 مليون، اكو جماعه عقدوا على 50، اكو جماعه عقدوا
مو فترات حسب الفترة، حسب الفترة اللي يتعاقد بها ويا الشركة، وحسب القطعة والسعر والمكان اللي قطعة. زين، هاي بعد ما شو اسمه، بعد ما يعني بلشنا ندفع اقساط، تقريبا اكو دافع 10 اقساط ودافع نص المبلغ، مستمرين بالاقساط على غفله. بالضبط نص رمضان الفات صار تبليغ، بلغوا المشتركين، المشترين قاعين تعالوا رجعوا عقودكم، زين واخذوا فلوسكم، نفس المبلغ اللي هاي بعد سنه بعد ما بلشت شركه حوراء تبني، شركه شناشيل تبني، والطريق تقريبا صار 70% راح ينفتح. زين احنا وين نروح؟ احنا الفلوس، احنا اكو من ماخذ قسط من الدائره مالته، اكو من بايع قاع وعلى مود عم داخل، لانه قاع بالمجمع طافوا تتملك بعدين، ويقول لك انا 200 متر وطافوا وبناء شركه، شنو اللي ضارني؟ زين، فخربطوا علينا كل الامور. يعني زين شلون انت المبلغ شلون يرجع لك بعد نص قيمته؟ بعد ما تقدر تشتري بها 50 متر. زين، فقلنا لهم يابا احنا قياعيننا موجوده وعقودكم انتم متعاقدين بشكل رسمي، مخولين وعندهم تخويل رسمي مثبت بالعقد، زين، ومداخل المجمع، زين العقود، زين هاي قاعنا، تريدون حل جيبوا لنا شركه نتفق وياها على مبلغ اللي الممكن، مثل ما بدت شركه حوراء زين بال 2018 و2019 بلشت تبني ذيك الاسعار، احنا نتفق وياكم بها. مال تجي جابوا لنا شركه، هاي الشركه تعال يابا، هاي جبنا لكم شركه يابا، ايش قد تريدون البناء؟ 220 على الطابق الواحد، 220 مليون. منو احنا؟ احنا اذا فقره احنا جايين ندفع اقساط؟ ها المجمعات اللي جات تنبني مو للناس الطبقه اللي تستحق. بالضبط، هي انبنت للناس، الناس اللي بناء للناس اللي المعدومه، غير اللي ما عدا. والمنطقه، المنطقه ترى لحد الان ما بها اي بنى تحتيه ولا خدمات ولا كل شيء. يعني هسه بدت شركه حوراء تسلم وجبه، وبعد لحد الان الشارع ما انبلط ولا كهرباء ولا كل شيء. يعني لحد الان رغم هاي يريدون يبنون لنا ب 220، وين اكو هيك سعر؟ قمت تعالوا خلينا نتفاوضوا ويانا في سعر معقول، زين، واحنا ما عندنا مانع نتفق، المقدمه مالتنا تعتبر كمقدمه لبناء بيت، زين، ونقعد شو اسمه نشوف الاقساط شنو، نتفق على اقساط عن طريق قرض اسكان، عن طريق فد شيء، زين، نتفق ويا الشركه، وما حد يستجيب لنا. ما حد يستجيب لنا. المشكله يعني هي شركه مسار التنميه، هي مخوله اساسا وبكتاب رسمي من هيئه الاستثمار، واحنا باعتبارنا اشترينا من جهه رسميه، جهه بالحكومه دوليه، يعني احنا ما اشترينا من شخص عادي حتى يتراجع بكلامه. وهاي عقودنا كليتها عقود نظاميه. طيب والله خل اقرا العقد. وين الطني؟ هاي عقود رسميه. هذا عقد موجب التخويل 103، والشركه على الطرف الاول شركه مسار التنميه العقاريه المحدوده، المدير المفوض السيد ثامر طعم ويز، المخول بالتوقيع السيد محمد عباس محمد الجبوري، بموجب تخويل 103. هذا محمد عباس محمد الجبوري، يعني شلون يطلعون التخويل وشلون باعوا له ما حد يدري، لان اكثر انسان سرق قيعان بالزراعه مال الدوره، واكثر انسان ساهم بالفساد بالدوله هاي هو محمد عباس. اذا تعرفونه ليش تتعاملون؟ بعدين طلعت ان هاي الوجوه بالبدايه، ما ندري بالبدايه، حاطين واحد اسمه حكمت موجود مكتب، واحنا شركه قاضي بمحكمة داو، محكمة البيع، لما انت تروح تلقى هيج نموذج قاعد يبيع لك، يعني هي تمشتري. جينا احنا سالنا هنا، انا شخصيا جيت ساعدنا وسالت موجوده، وحتى ما قالوا وقتها تبنون الا بيوت، قلت لهم بدي اشتري قاع، وقالوا اي مجمع استثماري وهاي شاطر استثمار مالته ما ادري شنو على حسب الاصول. قمنا اشترينا، لما ندفع فلوس وراها اجانا محمد عباس، لما طلعنا نفسه خابرنا والله تعالوا رجعوا اكو جهات اعلى مني طبت على المجمع. من هي الجهات؟ والله خميس الخنجر، اياد محمد الجبوري. زين اياد، انا نفسي لما رحت دفعت فلوس اياد موجود بالمجمع، وهو اصلا شريك المجمع كان، يعني مو اجى طبعا المجمع. زين شلون؟ اياد الجبوري ومحمد عباس الجبوري كلهم موجودين بالمجمع، وهيئه استثمار بغداد ومحافظه بغداد كلها موجوده هنا.
بالمجمع جاي لما كانوا يبيعون هاي قديمه كلها هاي قديمه زين شلون كانت العالم انتم تشتري قدامهم ليش ما حكوا؟ جاينا هسه بال 23 يقول لي تعال اطلع ولك هسه انا اريد اسولف وياك هو قانون وماشي لو كل من بكيفه لا كل من بكيفه والله سلمت بالخميس الخنجر جاب له شركه امنيه مالته حاطه باب المجمع ما تطبون روحوا للقضاء بلاش هاي البنايه اللي وراك هاي مو هيئه استثمار هيئه غسيل الاموال السياسيين يغسلون اموالهم وين انا كلها تاخذ مجمعات انا اخذ مجمع اقدر اخذ مجمع وتبوق فلوس العالم تنشئ المجمع وخلص هاي هيئه استثمار ماكو واحد يحلها غير رئيس الوزراء رئيس الوزراء لازم يا رئيس الوزراء يا تقوله رجعنا للهاي بس اوكي احنا هو يريد يلتزم بالقانون يا سيد رئيس الوزراء نتمنى ان تنظر بموضوعنا احنا اشترينا الاراضي قطع دور قيد الانشاء من جوهرة بغداد بعقود رسمية جينا لشؤون المواطنين شؤون المواطنين رجعون لهيئة الاستثمار هيئة الاستثمار شريكة معهم مع أهل المجمعات وعدهم أصلا بالمخطط عدهم أكثر من قطعة ويانا بالمخطط طبعا حق الرد مكفول للهيئة إذا هسه يطلعون ويجون وياكم ويسولفون حق الرد حق الرد إذا تجي لي منها حق الرد مكفول للجميع الأسماء اللي تنذكر لهم الحق بالرد هاي الأقساط مالتنا احنا دافعيها هاي الأقساط دافعيها هذا الانذار مالتي هاي انذار اقول لهم ليش انتم ما تستلمون من عندنا بعد ما معنا الانذارات كلهم وجيه اي على راحتك هسه بس دقيقه الحبيب هذا انذار لهم انتم خليتوا بالعقود هاي احنا ماشيين قانونيين القانون وينه وين القانون دور عليه وينه وين نلقى برئاسة الوزراء هنا نلقى وينه دلونا مكانه نريد القانون وين نلقى قانون وين يعني هسه القضاء وياك القضاء احنا هذا القضاء احنا ما حد يستمع ما حد من ينفذ ما حد اخوي العزيز الله يحفظك انا هاليوم مشتري من شركه انا مشتري من شركه جهه معنويه ما مشتري من منصب مدير مفوض ولا من شخص انا هاليوم من مشتري قطعه او دار قيد الانشاء من شركه مسار التنميه هذه الشركه اخذت اجازتها من هاي البنايه منا تمام هذه الإجازة اللي أخذت لهذه الشركة خلتني أني أثق بهذه الشركة وأروح أشتري لأن الدولة معتمدتها هاليوم أنا اشتريت من شركة هاي الشركة كان مديرها شخص اسمه محمد عباس الجبوري بين قوسين اللقب تمام هذا الشخص باع لي قطعة الأرض أو دار قيد الإنشاء ورا فترة يخابرني يقولي تعال رجع الأرض مالتك واخذ فلوسك السابقة اللي هو استثمر وأنا شريك وياه بالاستثمار بفلوسي بلط بفلوسي بنى بفلوسي افتتح شوارع وسوى خدمي وسريع يجي ورا سنة وسنتين وثلاثة وأربعة يقولي تعال رجع فلوس تغير المدير المفوض انباعت الشركة زين هذه الشركة ما أخذ إجازتها منا هذه هيئة الاستثمار أنا متظاهر قدامها 10 مرات أنا هسا واقف قبالها نزل لنا شخص هسا أنا متظاهر قدامها زين نزل لنا شخص يقول يا باش تريدون هل ينزل لي مدير القانونية جاسم وهذا اسم معروف عندهم بالقانونية ينزل يقول انتم مشكلتكم ويا المدير الحالي ماكو مشكلتكم ويا المدير السابق دا يعاملني بأشخاص هو المفروض يعاملني ويا جهة معنوية ويا شركة المفروض ينزل يقول هاي الشركة خالة بالاتفاق اقول له حاسبهم لهاي الشركة اسحب الإجازة يقول لي ما اسحب الإجازة هاي القطع اكو بيها آلاف القطع انتم كلكم 200 واحد والبقية الآلاف شنو ذنبهم؟ لعد أنا ذنبي وين أروح؟ أنا رحت السيد رئيس الوزراء وحولني شؤون المواطنين وحول الرأي للهيئة الاستثمار هيئة الاستثمار ينزل لي مدير القانونية يقول لي مشكلتكم روحوا ويا اللي باع لكم ويقول عليهم دلالين هو يقول دلالين ويقول شراكم للقطع غير قانوني هذا أبو القانونية اللي يفتهم بالقانون بس اسمح لي أبو القانونية يقول شراكم مو قانوني اللي يفتهم وحاطيه مدير قانونية والقاضي يقرب البيع مالتي بالشراء مالتي ويقول عقودنا صحيحة هو يفتهم أحسن من القاضي معناته هو مجند ومتواطئ ويا الشركة ومرتشي وما أنزهه وإذا هو نزيه وشريف والهيئة شريفة خليه ينزلونا احنا واقفين بالشارع شنو احنا مو بشر مو بعينهم هسا واقفين صرنا ساعات غير ينزل علي ويقول لي يابا انت شنو حقك ليش واقف هنا ينزل يعبر الشارع موظف هذا موظف يدير بلد هذا موظف برقبته 400 شخص واقفين والاف احنا نريد قطع اراضينا وين رئيس الهيئة وين الاشراف وين الديوان مالتهم وين المتابعة مالتهم
ينزل يقول انتم مشكلتكم ويا اللي اشتريتوا من عند اول واحد. انا مشكلتي باختصار ويا شركه مسار التنميه. مسار التنميه يجب ان تحاسب من هيئه الاستثمار وحسابها لها تسحب الاجازه منها او يدزون عليها تحقيق يقول له حل لي مشكله ذول ال 200 واحد او ال 2000 واحد، بغض النظر عن العدد اذا كان واحد ولا الف هو عراقي، اذا كان شخص قانوني هذا مدير قانونيه وهذا المنطق مالته. خلي يسمع رئيس هيئه الاستثمار شنو من مدير قانونيه عنده، اللي هو مدير القانونيه ما يعترف بعقودنا والقاضي يعترف، هو اللي باعنا ما يعترف بالعقود. لو ما معترف بيها ما يقول لنا تعالوا رجعوا. القضاء هسه انصفكم. القضاء منو اللي ينفذ؟ منو اللي ينفذ؟ ما حد نفذ. بالعكس القضاء اللي احنا كناس متضررين من مجمع استثماري ماخذ اجازته من هيئه الاستثمار، القضاء هذول الناس الفاسده المتنفذه بالمجمع اشتكوا علينا وسجنونا وحطونا بالسجن. ايه سجنونا وشخص من عندنا عسكري يقاتل ويدافع عن الشرف وعن عرض اللي بالمجمع راحوا جابوه من مكان عمله وحطوه بالسجن بالدوره يم المجمع. هاي الدولة اللي يريد السيد رئيس الوزراء يديرها ويرجعها لمسارها الصحيح. لا تجيب طار المسؤولين من نهدك، جيب طار المسؤولين نعبسك. هاي قانون، هو ده ندور القانون وين نسألكم. لا والله لا هذا واقع حال، هذا واقع حال أخوي. هاي حقيقة. بس ثلاث أسئلة العسل. أول شيء المشروع القاع مو مالتهم ولا مال الشركة، هم مجرد منفذين لبناء البنى الفوقية والتحتية اللي هي مجاري تكرام الشغلات والكهرباء. يعني أرض ما الدولة كان معسكر تحول إلى أرض. الغريب بالموضوع أنه هيئة استثمار بغداد ما خلى ولا شرط عقوبة عليهم، هسه لو أجيب لك العقد مالتهم ماكو أي شرط جزائي عليهم نهائيا. هاي واحدة. الأسعار يقولون من يحدد الأسعار؟ هم يقولون الشركة، الشركة تقول لهم زين باع الدفتر ورا خمسة أشهر باع الدفتر ونص ورا باع 30 مليون وكل ما يصعد. زين أنتم ما عندكم رينج أسعار؟ يعني صارت ب 400 ألف دولار عادي يعني طبيعي، يعني موضوع كلش طبيعي بكم حتى تحلون أزمة. ماخذين رخصة من الدولة حتى تحلون أزمة السكن تبيعوا ب 400 ألف دولار للمواطن. هاي ثالثا دا تشوف اكو ناس يطلعون مظاهرات وهاي خامس سادس مرة نطلع وغلقنا المجمع. زين السيد رئيس الوزراء ومستشاره والنزاهة وهم يعرفون بغداد وش اسمه استثمار بغداد وأقاله وثلاثة من الرؤوس كل هاي وما حد ما قال تعال ما انحلت. زين وين نروح؟ نروح للأمم المتحدة مثلا نقول لهم يا بطل ربعنا يبوقونا واخذوا قاعين مال الدولة يبيعونها بفلوس. لو نروح لأمريكا مثلا للسفارة الأمريكية وين نروح يعني؟ وين خلي يقولون بس اذا تسمح لي. لا لا مثلا يعني وين نروح اخوي؟ غير دولتنا. بس إذا تسمح لي احنا ولدها. يا ريت هذه تطلعها من رخصه اخونا. يا ريت هذه العباره لو بس تطلعها بالكاميرا تزوم عليها. اريد اشوف هاي عدله زوم لي على هذا المكان المكتوب طاب وصرف سكني. اريد اشوف ابو القانونيه اللي بهيئه الاستثمار كيف ما يحاسب شركه استثمارية تبيع مجمع استثماري بعقد مكتوب طابو صرف سكني. هل هو أبو عقار؟ هل هو دلال؟ شون يبيع لي طابو أرض؟ شون استثماري؟ الاستثماري عرفه أبيع لك أخي 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 بس حتى أنورك بموضوع الاستثمار. الاستثمار أنه أنا الأرض أخذها من الدولة بلاش أبنيها وأبيعها للمواطن. هو ابو الهيئه ناطي اجازه للشركه باعت لي الارض اللي ماخذتها من الدوله بلاش طاب وصرف سكني ويرجع مرت الاخ يقول لي جيب 220 مليون دا ابني لك البيت عليها. يعني حرامي ماخذ رخصه من الدوله بسرقه المال العام بالمختصر. واذا ما تتدخل الهيئه وما تتدخل رئاسه الوزراء على الهيئه حتى تضبط الهيئه والهيئه تضبط الدائره القانونيه مالتها حتى الدائره القانونيه تحاسب الشركه. ممثل الدائره القانونيه هذا 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 الموضوع غيره ما له حل ولا احنا باقين بالشارع. ممثل الدائره القانونيه استاذ جاسم هسه اجى طلع لنا هسه لنحكي وياه فقلت له انت انا دا اساله يعني دار اساله اليوم بالحكي من المناسبة هاي الإجازة مال الشركة. زين كل الورا هاي الإجازة مال الشركة. قلت له أنت هسه بدك تحكي وياي أنا دارس أسلسل وياه بالحكي. قلت له أنت مو تمثل الدولة؟ قال لا أنا أمثل نفسي أبو القانونية. طالع لي بدي أحكي وياي بدي أحكي ويا العالم يقول لي أنا أمثل نفسي. زين إذا تمثل نفسك لعشق جاني المن جاني أنت؟
انا جاي لها ما جاي لك. خلني اشوف واحد يمثلك. يابا هاي زين هاي اللي جاي الشركه مو ماخذه مال الدوله، احنا غير ماخذين من الدوله. يقول لا مو ماخذين من الدوله. زين والله حياك الله عمي، تعال هنا تفضل. والله عمي ها مشكله كبيره، اكبر مشكله. انا اشتريت سنه 2018، مو بس انا، وغيري اشترى بال 2018 وغيري اشترى بال 2019، يعني اشترى من 2018 لغايه 2022 شهر الرابع من صارت المشكله. اكو ناس بنت بيوت يعني واصله لمراحل انه نشطب، واني هم من ضمن اللي بنوا وخلصوا. خلصت خلصت بناء ما شاء الله. طلع البناء مالي بطريقه خاطئه، انه المجمع بمجمعات تجاريه وليس يعني شوارع تجاريه. بنيت محلات وبنيت بداخل المحلات فنن مال صمون، وجبت صديق إلي خليته يسوي مطعم على اعتبار يعني غير حسب العقد اللي انا يعني مشتري به، وسويت مكتب خاص إلي على اساس انه اسوي مكتب مال مقاولات. طلعت هاي كلها اكذوبه. زين انا بس اريد اطرح سؤال لهيئه الاستثمار. المجمع مال حين الاجازه الاستثماريه مالته سنه 2019، والمشكله صارت بيننا وبين الشركه على انه المجمع انباع الغير مستثمر، الغير مستثمر انباع وده يرجعون لنا فلوسنا. زين هيئه الاستثمار طيله هاي الثلاث سنوات، اريد اقول من تاريخ الاجازه لل22، من اللي يشرف على المجمع؟ من اللي يشرف عليه؟ معقوله يبقى تايه يعني؟ والبيع بداخل المجمع، البيع بداخل المجمع مو خارج المجمع. هيئه الاستثمار شنو دورها؟ بس أريد أعرف شنو دورها. تمنح الإجازة وتقعد بمكانها لو عندهم يعني جهات رقابية اللي تراقب المشروع، البنية التحتية، البنية الفوقية، البناء، انزاح البناء. انباع لك، مو هو فوت لك المواد؟ هو نفسه هو انباع له، هو فوت له المواد. لا المواد كانت تدخل، بس من صارت شهر الرابع أنه الشركة انباعت الغير مستثمر، تعال رجع فلوسك. زين أنا رجع فلوسي مو بكيفك رجع فلوسي، انت حاسب الشركه. انا اريد من عنده، اريد من عنده يجيني ينطيني اوليات الشركه من تاريخ تاسيسها لغايه ما انباعت. منو صاحبها؟ ما تعرفون صاحبها؟ يعني يجيني يجي بالقانونيه يقول لي انا جيت سنه 22. حبيبي انا ما جاي عليك انت شخصيا، انا جاي على 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 هيئه، انا جاي على هيئه، انا ما جاي عليك. ان شاء الله تعينت البارحه، انت البارحه ان شاء الله تعينت، انا مو مشكلتي وياك، انا مشكلتي جاي على الهيئه. الهيئة ما عندها يعني أوليات من تاريخ منح الإجازة لغاية هذا الوقت. وأعمال مماثلة. زين أنا ما أعرف يعني الهيئة مشتغلة شنو دورها؟ إحنا ناشدنا رئيس الوزراء وناشدنا رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونبقى النوب نناشدهم. مدى نلقى حل؟ مدى نلقى حل؟ الحل وين يصير؟ الحل أريد أعرف الحل وين؟ حتى لو أنا بناء خطأ مو مشكلة، أنا ما مختلف، يتحمله هو اللي خلاني أبني. الشركه اللي انت انا هسه مشتكي على شركه، ما مشتكي على شخص، مشتكي على شركه. والشركه واني جاي للهيئه ان تحاسب الشركه، المن كانت ما المن كانت هذا ما يعنيني، يعني ما يعنيني. شركه تروح على شخص، تروح على شخص. انا اريد اعرف دورهم من 2019 لل 22 وينه، اريدهم على هاي المدى. هاي الاعوام راحت، ما حد دز عليكم وحكى وياكم، ما حد فتح الباب لكم وقالكم تعالوا الهيئه، هاي هيئتكم وهذه تعنى بمشاكلكم وتعالوا قعدوا بقاعه. ما حد اتصل بينا ابد. لا الشغله الهيئه متجاهلته، المجمع انباع وتعال رجع لكم. كانه مؤسسه دابوا على القانونيه. اول مره انا التقي بالرجل، يعني انا عبالي محامي الشركه. اها يا عبالي محامي الشركه والله. بعدين قال ترى انا بالقانونيه مال الهيئه. قلت له والله صور، انا قلت له حتى شخصيا قلت له ترى عبالي انت محامي الشركه اللي هو استاذ جاسم من القديم، يعني من زين الاستثمار القديم. فانتم يعني شغلتكم مو يمه، لانه انا ما مشتري من شخص، انا دا اجي ماخذ من هيئه الاستثمار. لازم نسولف من هيئه الاستثمار. اعطيني بالله هذا العقد مالت الكتب الرسميه مال تحويل هيئه الاستثمار. يعني هذا عقد، هذا العقد، هذا بس العالم. هذا العقد من حق اشتكي بيه لو من حق اشتكي بيه لو اغطى واشرب ميه. لا من حق اشتكي بيه. زين الى السيد فائق زيدان، الى السيد فائق زيدان
رئيس القضاء في العراق. هذا عقد والناس دافعين وما مخلين بالعقد، فلازم رئيس القضاء يتدخل بحل هذه الأزمة. هذه أزمة أنا أعتبرها مثل ما قالوا قبل شوية، قالوا أنه القضية واصلة مرحلة أنه الهيئة تدافع عن الشركة. هسه أنا ما عدي لا عدي عداوة ويا الشركة ولا عدي عداوة ويا الاستثمار ولا ابن عمي وابن خالة اللي مشتري بيها. هذه ناس عندهم عقود رسمي وجاي الظاهر ويقف بكل أدب واحترام أمام مؤسسة اسمها هيئة استثمار بغداد. غير تطلعوا له، غير تحجون وياهم، غير تفهمونهم، لو شغلتكم واصلة مرحلة. بس الاستثمار بالعراق هالشكل، والله بس الاستثمار بالبلد هذا هالشكل. احنا جاي نشوف يومية قصة، يومية جاي نشوف قصة، وهذه القصص على قولته هنا ما يلبس عليها ثوب، قصص غريبة. شنو أنا أطي عقد هسه أنا كمواطن يصير أسوي عقد وانطي وزع بالشارع وأقول لهم واخذ فلوس منهم؟ شون يعني، ما يعني هم يعني عجيب. مؤسسة مثل هيئة الاستثمار بهذا الحجم، وهذا ما شاء الله البلد صار كله استثمار، صار كله استثمار. ما معقولة، ما معقولة بهذا الشكل يعني، علني صارت فرد مرة يعني. قضية النزاهة وين؟ أنا أحكي الآن أحكي عليك بهدوء، بس والله العظيم يعني قد ما أقدر أسيطر على نفسي، لأنه فضيحة، فضيحة. هذه الآن نسولف فيه ترى فضيحة، فضيحة على الدولة، فضيحة على رئيس مجلس الوزراء، وفضيحة على النواب، وفضيحة على الدولة، وفضيحة على هيئة استثمار، وفضيحة على المحافظة، فضيحة. هذه فضيحة. احنا الآن نتعامل مع سراق، لو هم صح لو احنا الصح، واحد منهم دزوا عليهم سولفوا يوم قلوا لهم يا بتر انتم ما مشترين، انتم روح اشتكوا بالسفارة الامريكية، اشتكوا بغير سفارة، روحوا شوفوا لكم نوية، انتم وضعيتكم مختلفة، ما ترهم يمنا. وقلوا لهم هالشكل حتى هم يشوفون دربهم، اللي يروح يركض ورا فليساته يدبرهن شلون ما اعرف. انا اتذكر العام كان واحد هنا موجود من الاخوه قال والله بعت ذهبات زوجتي وكملت فوقاهن زين، هذا شلون تقنع بعد يعني؟ ما ادري يعني، والله غريب غريب. الاستثمار في بلد مثل العراق غريب، الاستثمار للمافيات والعصابات غريب، المافيات اللي تاخذ رخص من الدولة وباسم الدولة هم غريب، وغريب النزاهة ما أدري وين، ما معقولة. أدز عليهم وشوف وين القضية. النزاهة شنو دورها؟ المؤسسات الحكومية شنو دورها؟ المؤسسات الرقابية وين؟ معقولة هيك فد مرة؟ معقولة ظلنا نتحصر على قطعة القاع وحصر علينا، حصر علينا السقف في بلد خيراته مغطي الدول منا ومنا، تاكل بينا الدول ومستفادة من يمنا الدول، وإحنا نركض يا دوب نلحق على الإيجار وعلى المولد وعلى الماء وعلى الكهرباء. ما ترهم يعني أنتم هسه، إحنا نحكي من ألمنا. أكو عقود يعني، أكو عقود استثمارية في بغداد نجحت والناس عاشت بيها، صحية غالية بس مشت الحالة، ما بيها الكوارث هذه. يط فلوسه وبعدين تعال واخذ فلوسك وماك شيء. وين احنا بيا مؤسسه؟ احنا قاعدين بكوف شوب وجاي نتعامل، لو نتعامل مع مؤسسه حكوميه ودوله نتعامل بعقود ومحتبره وبيها موافقات، لو نتعامل بوصل من محلات تجاريه بغداد تايهه. هذا كل الم ترى، هذه فضيحه مثل ما قلت في البدايه، فضيحه ويراد لها ناس كبار حتى يحلونها. والله سولف ناشد. هذا وجه من وجه الفساد هذا. هو احنا مو رئيس الوزراء. والله اوجه رسالة سيد رئيس الوزراء السوداني. انت رجل ماضيك نظيف ونعرفك والمسؤولية صعبة صحيح.
والبلد يمر بظروف صعبة والله يساعدك. بس من باب كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته، وانت نقول الكلمة الفصل يمك، فرجاء رجاء شوفوا لنا حل، لانه جينا طرقنا بابك وطلعنا ابو شؤون المواطنين، حولنا على الهيئه الاستثمار الوطنيه، ابو الهيئه الاستثمار الوطنيه حولنا على استثمار بغداد، ونفس الحال لان المشكله هنا، المشكله بهيئه استثمار بغداد. ما حد يقدر لها؟ لا الظاهر الظاهر بس رئيس الوزراء، الظاهر بس رئيس الوزراء يقدر لها، مجلس القضاء العام يقدر لها. زين ما اعرف، لا تقولي ليش معجزة؟ لا بيها فلوس، بيها فلوس وبيها بيها قطع ماخذين وحدات سكنية 150 وحدة من غير الفلوس، بس ما نقدر نحكي. اي فيا سيدي رئيس الوزراء، رجاء احنا اخوتك واحنا مسؤولين من عندك، نريده من عندك انه تشوف لنا حل. هاي العالم مبرر دفعت بالله قصد، والله أنا لحد الآن موصلهم بحدود 35 مليون. وش قد صار لنا 35 مليون؟ هاي صار لنا مات يم 3 سنين. راحن بعد 35 مليون مو مال هسه، مال قبل 3 سنين، من كان سعر الصرف 1200، من كانت قطعة الأرض ب 30 و40 مليون، هسه قطعة الأرض ب 200 مليون. إذا نسبة تناسب يعني انت فلوسك راح انبشط. خلينا نسولف بالحل، الحل شنو؟ والله هي مبينة يعني الحل، الحل موجود عندكم، الحل موجود عندكم لو ما موجود اللي يساوونه بهيئه الاستثمار هم منطيهم، عندنا سجلات اخذنا الجريد، عندهم 150 دار موجوده لهيئه الاستثمار حتى ما مكتوب. هسه لو يقولون للموظفين كان كتبوا اسم الموظف، مو احنا اخذنا السجل مال الشركه مكتوبه هاي القطعة المرقمة فلان هيئة استثمار بغداد، كلهن 150 قطعة مسجل كلها مكتوبة هيئة استثمار بغداد. يعني شنو هاي معلومتها؟ زين نجي هنا هاي شكلنا لجنة وسوينا لجنة، هاي ويا الهيئة طبعا شكلنا لجنة وسوينا لجنة، هاي احنا من الشهر الرابع لهسه شكلنا لجنة وسوينا لجنة، يطلع لنا جاسم ذاك اليوم رحنا استقبلنا القاضي ضياء جعفر محكمة النزاهة، سجلنا شكوى هناك. زين يطلع لنا جاسم يخابر احد اعضاء اللجنه مالتنا المخوله، يقول له ليش تشتكون علي، ليش تشتكون على هيئه محكمه النزاهه؟ زين انا صار لي سنه الظاهر يمك، شنو سويت لي؟ شنو سويت لي؟ يطلع لي جاسم هنا أنا بالقانونيه يقول لي ها هسه خابر لكم اياد، اشوف اياد شو يقول، اياد الجبور اشوف ايش يقول، هو عود مدير الشركه. ادري انت شنو، انت صلتك عليه، انت المط التخويل بالمجمع، انت تخابر لي اياد، شوف اياد شو يقول، انت اتخذ اجراءك، انت اتخذ اجراءك القانوني شو يقول على هيك امور، شو يقول اجراءك القانوني؟ انا وين اروح اشتكي؟ اذا هذا مجمع رسمي مو مشتري من مكتب حتى اروح انا وياه عشاير وش اسمه، انا غير جايب القانون، انت من اعطيت رخصه غير تعطيها الشركه رصينه، غير تعطيها الحقوق. زين هسه هذا المشروع هو ب 20,000 وحده سكنيه، هسه احنا مثلا هسه احنا 600 عائله، باكر عقبه صارت همي انا فد ببلوك بلوكين مثلا فد ب 10,000 عائله، هذول هم يقولون لنا ما لنا علاقه احنا، الشركه من يروح يقاضيها؟ انا الشركه كل واحد كلها روس سياسيه، شركه باسم هسه حاليا المشتري اللي اشتراها من ذاك النائب السابق اياد الجبوري، وشركه خميس الخنجر. زين اني اروح هسه اشتكي على ذول؟ اشتكيت من اللي يطلع لي حق؟ عندنا ابو يزن سجنوه ذبوه جابوه مخفور من كركوك بتهمه كيديه، اشتكي عليه اياد الجبوري والله شنو سب وقذف وتشهير وما ادري شنو، وكل اسبوع بالسجن قام يحاولون بقضيته منا لمنا. هسه انا وين اشتكي؟ يمن اروح؟ انا غير اجي يم الهيئه اذا الهيئه هي مافيا صايره ومرتشين وجاي يغطوا لهم، هاي ايش تحط له الطيب؟ وين اروح هسه؟ وين اروح؟ هسه انا اشتريت هاي القطعه، انا واحد من الناس بعت قطعه عندي ببغداد جيه بالغدير، بعت هاي القطعة وجيت اشتريت هنا، كنت اقدر بهاي القطعة اشتري يمي، بس قلت هذا مجمع سكني وواحد شوية يخلص من الهوسة هاي ونخلص من الزراعي والحواسم والامور غير، رحت اشتريت مجمع سكني، جلست هنا المجمع استثماري وفول ومطي جاز احنا، واحنا بيه مشترين، اكو اشخاص قاعدين بالهيئة يقولون احنا بيه مشترين، غير رحت وامنت واشتريت
انا ايش مدري ان بالهيئه تطلع كلهم مدسوسه وياهم والهيئه كلها جاي تغطي لهم على افعالهم، حتى عليها مخالفات، حتى مخالفه بيع عليهم من المدير المفوض الاول بايع للايادي الجبور هي بيها مخالفه، يعني حسب قانون هيئه الاستثمار ما يصير يبيع المجمع الا يوصل يعبر نسبه انجاز 40%. زين هو ما واصل 20% والمجمع انباع، هاي شلون؟ زين هاي مو مخالفه، مو لازم تقوم عليها الهيئه، وين راح نوصل بعد؟ وين نوصل بعد؟ احنا نشتري قانوني ومجمع استثماري وتجي هنا يطلع لك جاسم يقول لك والله راح اخابر اياد. الزراعي افضل شلون بالله؟ للزراعي روح للزراعي والله امن، والله العظيم الزراعي غير. هسه انا الزراعي انا لو مشتري بيه بذاك الوقت الزراعي اشتريها ب 40 مليون زين، اشتريها ب 40 واكو ب 30، كان هسه الزراعي هسه صار 200 وصار 150 وصار 250، كان هسه ام خير من الله. زين هسه شلون بالله؟ شلون هسه؟ انا مشتري رسمي جاي هاي المافيا هنا، هذول كلهم مافيا، صار لنا سنه الظاهر يمو من رمضان ذاك هسه، وهذا راح يدور علينا رمضان الثاني، كلها مافيات هنا، ما حد يسمع حكي، ما خلينا مكان ما رحنا له. هيئه الاستثمار السادس مره عاشر مره يوقف هنا، يم رئاسه الوزراء رحنا تظاهرنا وقدموا طلب وما ادري شنو وكل شيء ماكو، قدمنا قضايا بمحكمه الدوره وهم كل شيء ماكو، هذول وين نروح؟ رايحين رئيس الوزراء، رحنا رئاسه الوزراء النزاهه، والله ما خلينا مكان ما رحنا، ما خلينا واحد ما رحنا. هسه وين لمن اودي هذا التصوير؟ ما اعرف انا هسه، انت من جاي تصور انا ما اعرف هذا التصوير، من اللي يقدر عليهم؟ هاي الشخصيات السياسيه اللي جاي نفتح باب السدى علينا، من اللي يقدر عليهم؟ بس الله. واحد عسكري بوحدة عسكرية بكركوك يجيبوه يسجنوه بالدورة بيوم واحد يجيبوه من وحدة العسكرية مالتي يسجنوه بالدورة. شنو من نفوذ هذا؟ شنو أربع أرهاب ومسوي حتى أربع أرهاب مو هيجي؟ وإحنا 50 دعوة محكمة الدورة كتب عليها انغلق، 50 دعوة سويناها كتب عليها انغلق، والله شنو شو اسمه ما بيها شرط جزائي، يا بس شلون ما بيها شرط جزائي؟ انا هسه ارد احاجج الدوله وارد احاجج الهيئه وارد احاجج كل هاي، هذا العقد مالتش كاتب لي هو الشركه عليها تسوي لي خدمات وانا علي ابني، هاي هذا العقد مالتي الالي والعلي، تمام هاي الشروط الالي والعلي، أنا لازم أبني وهو لازم يسوي لي خدمات ويعطيني السند، تمام؟ هاي العقد، هذا بمعرفة الهيئة مال الاستثمار كلها من فوقها الجواها وحتى محافظ بغداد كلها تعرف بهاي الأمور، لأن هاي على مدار 3 سنوات هم يبيعون، وهاي الصور موجودة إلهم، هذا كانوا هنا هذول هذا إيهاب الجبور، هذا أبو الهيئة القديم، هذا حيدر الأنصاري هذا ملتقي، وهذا ابن محمد إيهاب الجبوري، هذا إيهاب، هاي الصورة الثانية صور لي هاي خلي أصورك إياها، هاي الصورة الثانية إياد الجبوري، هذا محمد عباس الجبوري، وهذولي وسليم الجبوري ومحافظ بغداد، هاي كلهم وين هم؟ هاي كلهم بالمجمع، هسه دراو هاي المجمع كان شوله، هسه عرفوا انه هذا المجمع به مخالفات، لو احنا بيعنا مو اصولي، هاي كلهم رايحين جايين، والمكاتب كلها موجوده على الشارع مخولين من الشركه جاي يبيعونا، يجي جاسم ابو القانونيه يكتب لي والله طلب، هذول دلالين، من المنشر من دلال؟ انا جاسم اكثر من مره قدمت لك كل الوثائق وكل الامور اللي تثبت انه هاي هذول شو اسمه؟ زين، هسه انا اريد اشوف، انا هسه القانون اريده يمشي ينصفني، انا مكتوب هنا مو يقول لك العقد الشريعة المتعاقدين، أنا هذا العقد مالتي، قل لي أنت ابني وأنا أوفر لك خدمات، عمي يا هيئة الاستثمار مشوني أنا أرد ابني وهم يمشوني الخدمات، غير هيجي زين يصير أنت تشتري شيء، هسه أنت بعت لك حاجة هي واحد ترى يضحك، والله قمنا نضحك، بالله قمنا نضحك، واحد هسه أنت تبيع لك حاجة وورا 3 سنين 4 سنين الحاجة صعدت، يصير تروح عليه البعت له تقول له تعال هاك فلوسك لو تشتريها بفلان سعر لو تطلع القيد ماكو هيك شيء
ماكو شيء منطقي، الامر مو منطقي نهائيا. الله يكون بالعون يا حبيبي، تحياتي وسلامي لك، تعبتك هوايه حبيبي، بارك الله بيك. والله هي القضيه يعني انا والله هسه على ويا يعني والله هاي صوره مؤلمه، يعني انا بصراحه ما اعرف شو اسولف، والله شو اسولف ما اعرف على حكايتهم. هذا التصوير وين اوديه؟ يعني الحلقه وين اوديه؟ اذا لا هم واصلين الى فائق زيدان ورايحين ملتقين برئيس الوزراء ورايحين مشتكين بالنزاهه وقاعدين بالنزاهه، شو وين اودي هذا الحلقه؟ وين اوديها؟ وين انا اوديها الحلقه هاي؟ اوديها للجيران، اوديها للسعوديه اشتكي بيها، اوديها لقطر، اوديها للكويت اشتكي بيها، لو اشتكي بيها بايران، لو اوديها لتركيا اشتكي بيها، لو بسوريا. وين اودي هاي الحلقه؟ وين بيا باب ادقه؟ هسه انا اريد افتهم باب حتى ادقه. دلوني على باب، قالوا لي هذا الباب هو مشكلتك هنا وهي حلها هنا، حتى انا اروح ادق الباب بكل ادب واحترام. هاي تليق هسه بالدوله؟ تليق هاي الفضايح؟ اذا تليق هذا، اذا تليق الدوله بهذا الشكل مبروك عليكم الدوله. زين؟ واحنا مبروك علينا الانجازات. احنا مبروك علينا، احنا هم جزء من المشكله، احنا هم بينا مصيبه. احنا هم بينا مصيبه كشعب، والله بينا مصيبه. هاي البلدان العالم فاتحه ابوابها ان خلينا نروح نهاجر ونفضل. خلي البلد الجمل بما حمل مو هالشكل، وخلي ياخذ بالعافيه، لان لا اكو رقيب ولا اكو حسيب. والامور بيد الرؤوس الكبار. بيد الرؤوس الكبار. احنا هذا نوجه النداء للقضاء، انا اعتقد القضاء هو الفيصل. القضاء وفائق زيدان تحديدا. انه يستمع الى هذه المصيبه ويعالج الموقف. المسؤول من يشتكي على واحد والله بالتشهير من كركوك يجيبونه، وناس دافعه فلوس ومشتريه ومصايب وهاي، ويروحون للمحكمه بكل ادب ويشتكون، تنغلق الدعوه. يعني لا تعطيني حقك ولا لا انت قايل لي هذا حقك وانت عمي مشكور وجزاك الله خير، وكان الورق بسعر وهسه صار بسعر والوضع اختلف، وتقنعني وترضيني، ولا انت مخليني ماشي بوضعي وماشي اموري وانا جايبني وحتى الم شويلاتي واقعد. طبعا هسه احنا نسولف على مجمع استثماري لحد الان لا بي تبليط ولا بي مجاري ولا بي مي ولا بي اناره ولا بي كل شيء. مجمع والله ما ادري. احنا لو نسولف سوالف وتنسمع، لو لا والله نتاسف وكلنا اسف، لانه الفساد وصل الى مرحله ما يحمد عقبها ابدا. الفساد ينخر المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الحكومية بكل تفاصيلها، للأسف ما توضح للناس شنو القضية، وما توضح إرادتهم شنو، ما توضح أنه شو يريدون، وما توضح أنه حقوقهم ولا وهم شنو موقفهم، ما كل حد. نتأسف لأنه البلد بهذه الطريقة. السيد رئيس الوزراء المحترم، هذه القضية لازم أنت تكون، لأنه أنت طلعت بالشارع وقلت الاستثمار والفساد اللي بالاستثمار، ولازم يتوقف الاستثمار لأنه لازم بمعايير. أنت قلت، فإذا أنت قلت ففرحهم وشوف شنو موقفهم، وإذا لا والله حكي إعلام فإحنا نقول لك هم مبروك، وإن شاء الله تشوفون الدولة بشكلها اللطيف. تقبلوا ودي واحترامي، أنا ومحدثكم أحمد ركابي والزملاء اللي رافقون اليوم بهذه الحلقة المؤلمة والحلقة اللي بيها الفساد هواية واصل للهامة. الزملاء اللي رافقون اليوم أكيد بهذه الحلقة المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى حسن. نشوفكم باسر الخير والسلامة، واحد من الناس يوميا على زاغروس في الساعة 9 الصبح والإعادة الساعة 4 العصر والساعة 12 بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.